قصف متواصل وخروقات مستمرة تشهدها المنطقة منزوعة السلاح والتي تصاعدت بشكل كبير في اليومين الأخيرين، فاتحة الباب أمام سيناريوهات قد تجعل بحسب مراقبين الوضع في المنطقة أكثر تعقيداً. وفي سلسلة جديدة من الخروقات، وسعت قوات النظام السوري نطاق استهدافاتها لتطال مناطق في قرى تل الصخر والجنابرة ورعيدة وحصرايا وأطراف بلدة اللطامنة بريف حما الشمالي. الاستهدافات طالت أيضا بلدة الزيارة وأطراف السرمانية في سهل الغاب على الحدود الإدارية بين حما وإدلب، بالإضافة إلى قصف طال مناطق في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي ضمن المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها. ريف محافظة إدلب شهد أيضا عودة التوتر بين هيئة تحرير الشام الإرهابية النصرة سابقا وفصيل ما يسمى حركة أحرار الشام المدعوم تركيا. التوتر بين الطرفين يعود إلى قيام النصرة بدخول منطقة حيش الخاضعة لسيطرة حركة أحرار الشام وإقامة أحد حواجزها هناك، ليتطور الأمر إلى حد تبادل الطرفين للقصف، ولا يزال التوتر مسيطرا على القطاع الجنوبي من ريف إدلب. الفلتان الأمني والخروقات المستمرة داخل المنطقة منزوعة السلاح يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، حيث تؤكد المصادر أن عدد الضحايا المدنيين في إدلب وريفها بلغ نحو 100 مدني منذ أواخر شهر نيسان أبريل الماضي. وفي أحدث جرائم الفصائل المسلحة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بالعثور على جثة رجل في مقبرة خان السبل قرب بلدة سراقب، كان قد اختطف قبل يومين من قبل مجهولين من منطقة الصوامع بريف معرة النعمان.